اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى، جبت لكم معايا لعبه جامده جدا 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 اسمها تريفيل بيرسوت فاميلي اديشن. الله، دي لعبه حلوه جدا للعائله، ممكن نقعد نلعب فيها. طبعا فيها اسئله سهله وفيها اسئله صعبه لصالح الاطفال فوق السن 8 سنين. اوكي، هنفتحها بقى. دي تبقى لعبة ممتعة جدا ان احنا نقضي بقى فيها وقت سعيد. وهنا اللعب اللي هي الكروت اللي هي الزرقاء دي للكبار، والكروت الصفراء دي للصغيرين على حسب نوع الأسئلة اللي عندنا. الله، هنفتح بقى اللعبة كده. اوكي، دي بقى البورد اللي احنا بنحطها عشان نقدر ان احنا نلعب عليها. دي الكروت بقى بتاعت الأطفال هما الصغيرين، ودي الكروت بتاعت الكبار هما لونهم أزرق. الله، وهنا بقى في بقيه الكروت كمان اهم. نشوف بقى اسئله كتير جدا جدا جدا، ومعانا بقى دول. هقول لكم دول عباره عن ايه، بنحطهم بقى على البورد واقول لكم نلعب ازاي. اوكي، اول حاجه بقى المفروض ان احنا نكون، كل واحد بيبقى عنده كيوب كده، المفروض الكيوب دي يحط فيها الالوان المختلفه اللي موجودين عنده عشان نقدر ان احنا نكمل اللعبة كلها. فمثلا لو اللون الاصفر طلع له، اوكي، يبقى لازم يتسأل سؤال من الكارت اللي هو لونه اصفر عشان يقدر يكمل الكيوب كله، واول واحد يكمل الكيوب يكون هو ده اللي كسبان. اوكي، انا مثلا لو ابتدي بقى مثلا هنا مسك الكارت ده للكبار، يبقى اللون الاصفر هيبقى عنده السؤال ده، مثلا ايه عاصمة سويسرا، فلازم بقى ان هو يجاوب، ولو جاوب صح بياخد الكارت الايه المثلث الاصفر الصغير، لكن لو جاوب غلط ما بياخدش حاجه لحد ما بيجاوب الاسئله كلها. اوكي، ويقدر ان هو يكون الكيوب كله. الله، دي لعبه لذيذه قوي وبتزود المعلومات العامه، وبتبقى حلوه جدا للعائله ان هم يربطوا ما بين بعض بوند جامد. لو انا عن نفسي عجبتني جدا جدا اللعبه الفظيعه دي اهي. اسرع واحد بقى يكون الكيوب ده بالالوان بتاعته كلها المختلفه يكون هو اللي كسبان. اوكي كده بقى عملنا لون الموف، وفضل لنا اللون الاخضر، ونكون كده عملنا كل الالوان الكيوب. واو، اتمنى يا صحابي تكون اللعبه الفظيعه دي عجبتكم. بليز قولوا لي في الكومنتات رايكم فيها، وبليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب. شايفكم كل جديد في فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.